مشاهدينا الكرام، وسعدتم مساء، اهلا ومرحبا بكم الى عدد جديد من برنامجكم بدون قناع. ضيف حلقة اليوم هو اللاعب السابق، الامر يتعلق بزكريا طربانجا. وراء العديد من الاندية سنتعرف عن مشوار هذا اللاعب، وكذلك اين اختفى، والعديد من الامور التي تهم شخصية هذا اللاعب. سعيد جدا ان يحضر معي سي زكريا، مرحبا بك. شكرا سي مفتاح، وشكرا على الاستضافة، وشكرا للمشاهدين الكرام. مرحبا بك. كي غادي مع رمضان دابا؟ راح نقرب. الحمد لله، رمضان 40 عام وحنا نصوموا. لا بخير. اللهم لك الحمد. الله يلا بيك. ماشي من الناس اللي كيتعصبوا اللي لا لا الحمد لله، ما كنديروا حتى شي حاجه اللي كتعصب. لكن الوليدات ما تقلق ما والو. لا لا الحمد لله، كاع لي سبي سبورتيف كاع اللي كيلعبوا الكره كيكون لي سبي سبورتيف. الحمد لله. زكريا، يمكن انه اللي غيشاهدنا واللي غيشاهد الحلقه الان، يمكن السؤال اللي غيطرح هو شكون هو زكريا؟ شكون هو زكريا؟ باش نتعرفوا عليه اكثر. الجانب الرياضي ولا الجانب الفني؟ لا نتكلموا على الجانب الرياضي عاد غنجي نتعرف عليه. اسم زكريا طربان. انا لاعب سابق فريق الرجاء البيضاوي، انا دزت في جميع المراحل السنيه ديال فريق الرجاء من المدرسه حتى ليكيب بريمير. مي حنا هما الضحايا ديال الاندماج. زيد. من مورا الرجاء مشيت لشباب المسيره معار، رجعت للرجاء، عاود مشيت عاوتاني للمسيره بصفه نهائيه. مشيت لشباب المحمديه العام اللي كان ديال الصعود 2002 2003. من موراها مشيت لوداد فاس، احترت في الخليج، مشيت الامارات، مشيت لسلطنه عمان، لعبت عندي واحد التجربه صغيره في البحرين ماشي بزاف غير واحد. من موراها خدمت في سبور بلازا مده تقريبا ديال شي 10 سنوات. دابا الحمد لله مؤطر في الاكاديمي ديال زناتا. هذا هو المسار. واخا نبداو بالتفاصيل. زكريا قلت لانه تدرج شي في جميع الفئات ديال فريق الرجاء الرياضي. رجع معك البدايه، وحنا كنعرفوا انه في عالم كره القدم وفي هذا الوقت لانه اللي انت كتكلم عليه ما كانش بهذا الاهتمام اللي كاين دابا. واش في هذيك الفتره شي واحد اللي خدا بيدك، ولا انت كانت عندك رغبه انك تكون لاعب؟ انا كنت كندرس في القسم الخامس الشهاده. سي محمد البودالي انا كنشكره من هذا المنبر، هذا هو اللي كان جا عند الاب ديالي وقال لي هاد الدري هذا غادي نديه الرجاء. لعبت عنده هو في الفئه ديال الصغار، من بعد فئه ديال الفتيان لعبت مع السي عبد الرحيم الحليتي الله يطول في العمر ديالو والله يشافيه. في الشبان لعبت مع بكار الله يرحمه. فئه الامال كان نادى عليا سي جواد الاندلسي اللي كنشكره بزاف، اللي هو اللي سقل لي الموهبه ديالي. من بعد كنت ديت هداف ديال فئه الامل مع جواد. كان عيط عليا السي محمد فاخر ليكيب بريمير اللي كنتريني معاهم، مي هذاك العام كان الاندماج عاوتاني كتدرب مع الفئه ديال الكبار وكتهبط تلعب مع فئه الامل. وكما كتشوف راه الوقت ديال الاندماج راه كانوا بزاف ديال اللعابه، كاين اللي يلعب في الرجاء، كاين اللي ما لعبش، كاين اللي مشى، كاين ما يمكنش انك غادي تفرض راسك في واحد لا بيريود اللي واحد الفتره اللي كانت الرجاء ماشي خزان، راه كانوا تقريبا ثلاثه ديال الفرق. هي المركز ديال ديك اللحظه كانت الاوج العطاء ديال الرجاء البيضاوي. اضطريت انني مشيت لشباب المسيره، كان نادى عليا السي مادي الله يرحمه، حيت الاخ ديالي رشيد كان كيلعب فيها. كان عندي الاخ الكبير ديالي راه كيعرفوه لي زيكجور، كبر مني، لعب في الحليب سطاد جديده، هو اللي كان لعبت معاه. انا ذاك العام كان معايا العام اللي مشيت للمعار كان معايا التيجاني السوفير اللي كان هداف ديال حمودات، عبد الصادق حفيظ، مشيت انا ويا معارين، انا وعبد الصادق والمدني المهم المدني اللي مشينا من الرجاء، وعبد الكريم حمراوي ديك الساعه كان معار من 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 الحليب والعام ديال الفيزيو مشى. هذيك هي الفتره. رجعت للرجاء عاوتاني، الرجاء راك عارف ديك الساعه كانوا داو الرجاء البطوله، داو الشامبيونز ليغ، كاس العرش ست المرات. حنا كنقول من بعد مشيت بصفه نهائيه لشباب المسيره. مي يمكن ما كنقولوا حنا ذاك هو الاختيار الخاطئ اللي اختاريته على حياتي. هو انك مشيتي انا مشيت للمسيره، وديك الساعه راه كتعرف ما كاينش السوشيال ميديا وما كاينش، مرات تتنقال، مره كتشاف، مره ما كتشافش. علاش اختيار خاطئ زعما؟ واش كان يكون مثلا زكريا افضل لو كان فريق اخر؟ واش كانت اصلا شي عروض اخرى ولا؟ شوف سي مفتاح، الكره دايره بحال الدنيا، تقدر تقلع
تقدر تبقى في النقطه ديالك. انا كنعرف شي لعابه اللي ما كانوش ستار وداروا كارير راداك، وكنعرف شي وحدين اللي كانوا كيطيروا كيطيروا وما داروش. انا جبت لك مثال بسيط، راه عزيز حمود هاشمي كان في المسيره راح رام هذاك ما يلعبش الوداد والراس تسوفي راه كان مستوى عالي. عبد الله مصدق، عبد الله مصدق ما يديرش كارير ديال مقارنه مع شي وحدين اللي كانوا في مستوى عادي وداروا كارير مزيان. حي كما كنقولوا كديها المكتب. طبعا هذه نقطه. وكانت عندك الاصابات. واش اللاعب كيساهم فيها بطريقه ولا باخرى، ولا كتبقى كما قلتي احكام الكره؟ دابا الوقت اللي كنا حنا كنلعبوا الكره ما كانت لا كونترا لا حتى شي حاجه، كتسمى لاعب هاوي. حتى كتسيني الفرقه كتولي كتولي واحد الوقت كتولي واحد الوقت كتسنى كارا لا سينياتير غتسالي، لا خاصك تمشي كتولي واحد الوقت تبغي تسيني في اي فرقه باش تخلي العام ديالك ما ديرش واحد العام سنه بيضاء. ماشي بحال دابا كلشي متوفر، لاعب محمي عنده كونترا ديالو عنده ماناجير ديالو. حنا راه كنا كدير بريم سينياتير كيقسموا لك على ثلاثه، كيعطيوك 10000 درهم ولا 15000 درهم وكيقولوا لك تسنى الترونش الثانيه وتسنى الترونش الثالثه. قلعت الفرقه تقدر تاخذ ديك الترونش الثاني ولا تقدر تاخذ النص ديال الترونش الثاني. وكيقول لك ملي كيسالي العام كيقول لك لا العام الجاي، العام الجاي كيجي رئيس اخر كيقول لك لا داك الشيء اللي كان انا ما عقلش عليه. كنبداو من جديد كنبداو صفر. ماشي دابا اللاعب محمي ما كيتخلصش 3 موا كيزد وراقي كيمشي للجامعه كتعطيه حقه. ولكن ذكرتي لي النقطه ديال الماديات، كتذكرش اول قيمه ماليه خديتيها من اول قيمه؟ اول قيمه ماليه انا ميكس كنلعب في ليجون في الرجاء كنا خدينا 100 درهم في ليجون. ديال اش 100 درهم؟ 100 درهم بريم. زين انا باقي عاقل على كان السي بكار الله يرحمه مسكين في هذا النهار كيجي يهزني من الدار حيت ما كانش عندي ترونسبور. كنخرج من المدرسه كنلقى مسكين كيتسناني، ديك الساعه عنده واحد الصومبانسات كيجيبني تيران راجا تريني، كضطر انك تخرج مع الوحده ونص تمشي للمدرسه. كما كنقول لك طلعنا لي سبوار وليت كتاخذ 500 درهم ليكيب بريمير كيدير لك سالير ديال 1000 درهم. نبقاو على 100 درهم، شنو درتي ب 100 درهم ديك الفتره؟ كتذكر ولا والو؟ والله علاش نقول لك، خرجنا من تيران راجا كلينا بعد 21 درهم ديال الطون صافي الطوبيس وسالينا. وجيتي كذبتي على الوالده كتقول لها انت الوالده كي واحد 50 درهم زعما راك درتي شي حاجه اللي كما كتقول. مي مشينا للمسيره وليت كتاخذ 3000 سالير، عرفتي 3000 ديك الساعه في 96 97 راه بحال هكا. واخا في هذاك الوقت بالنسبه للكره الاغلبيه ديال العائلات ماش كيقول لك الكره راه هي لعب هي تفليه. واش الوالدين عاونوك ولا خلوك تمشي وقالوا لك قرا وبعد من الكوره ولا شنو درتي؟ ولا درتي ذاك الشيء اللي في راسك؟ انا من الواقيله اللعابه القلائل اللي عندهم الباك. انا راه خديت باك راه نجحت. الوالد الله يرحمه كان واحد الانسان اللي الوالد كان في سلك التعليم وكما كنقولوا حنا الوالد كان متفتح شويه. كيقول لك شوف اولدي عندك الاختيار ديالك في حياتك ديال اللي بغيتي اختار انا معاك، مي ما تجيش في الاخر تقول لي ندمت انت اللي اختاريت. حنا اضطرينا اننا سمحنا في الكو في 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 القرايه قلنا راه الكره غادي كنشوفوا حيت كما كنقولوا الاغلبيه ديال العائلات راه عائلات فقيره، راه من ولدها كيولي في ليكيب بريمير العائله كدير الطمع. طبعا راه كتقول ولدي غيبدا ياخذ سالير غادي هذا فلوس غدور فلوس غدور بزاف. الله يرحم الوالدين، هذا هو الغلط اللي كيوقع فيه. دابا انا كنفضل ان الدري الا كان موهبه زعما وكيبان بانه يقدر يلعب في ليكيب بريمير ويدير كارير مزيان يقدر، اما الا كان من الاحسن يمشي للدراسه ديالك. حيت ولات واحد القضيه وشكرا انك فتحتي هذا القوس، انه ولا كاين اللي كيقول لك مثلا راه بالكره فيها الفلوس ولات بحال واحد لوبجيكتيف ديال كل شيء، سواء عندي ولا ما عنديش ولا عندي الامكانيات ولا ما عنديش نلعب الكره لان فيها الفلوس. ولكن راه كاين لو ريسك دو ميتشي فوالا هذه النقطه. وراه حنا هذا الشيء اللي تعرضنا ليه، راه تعرضنا لاصابات كثير، عمليه في الركبه، ديشيرور، هرسه، راه كاين لو ريسك. كاين اللي ما ضامنش انه ما ضامنش كتدخل. كاين في واحد الفئه اللي كتسمع اللعابه عنده فلوس دار طوموبيل دار دار في واحد ولكن ثاني راه ارزاق زيد على ذلك ما يمكنش ناخذ هكا واحد لوبجيكتيف وممكن انت عندك اشياء اللي تقدر تفيدك في الدراسه وفي القرايه وتعطيها حوايج اخرين. دابا دابا ستي مفتاح دابا الكره دابا ولات مزيانه. طبعا هذه دابا ولات تكوين. ولات تكوين.
حنا بكري ما كانش تكوين، حنا بكري راك حتى كتوصل للجينيور ولا عاد كتعلم التاكتيك. كتجي انت خصك تفورما، كتجي انت عندك الاباجيه. دابا 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 كاينين كاينين مدارس ديال الكره، كاين الناس اللي كيتعلموا، كاين الناس على علم. فبكري راه كان جور كيسالي الكره كيدير اونترينور، داكشي اللي تعلموا كيوصلوا لك، هما كيوصلوا لك الاباجيه ديال الكره، ولكن ماشي بطرق علميه. داكشي اللي تعلموا هما الدليل على داكشي راه مي كت مي كنتي كت كت راه ما كتعرفش حتى لا كولتور سبورتيف، حتى الماكله ما تتعرفهاش. فهمتيني؟ ما كيعطوكش ديك الثقافه الرياضيه. دابا كنتي كتجي كتريني كتسالي كتلعب ماتش كتجي كتريني، ما كتقرا ما كيهضر معاك، ما كاينش داكشي ديال كتعلم الطاكسي، كتعلم كيفاش توقف كيفاش. مي كتوصل لفئه الامل كتبدا ديك الساعه الطاكسي، وهذا ماشي بحال دابا. دابا كتشوف دابا الفئات السنيه كلهم كيلعبوا دابا البطوله، كاين الليليت كاين لا ليغ كاين جميع الفئات كيلعبوا فئات كاينه. حنا مي كتوصل الامل كتبدا دير الطاكسي كيبدا يجيك داكشي غريب في الاول. حيت كما كتشوف راه الاغلبيه راه اللاعب المغربي راه ما مكونش الموهبه داكشي فطره من عند الله سبحانه وتعالى. مي دابا ولا تكوين ولا لي ديبلوم ولا شي كتشوف. ولكن واش كتعتقد بان التكوين هذا التكوين يقدر يعطينا داكشي اللي كان عندنا؟ حيت نقطة مهمة قلتي أن الموهبة لما كانت كانوا لاعبين مستوى عالي. مستوى عالي. زاد جهم شوية ديال التأطير، وخا التأطير جا في واحد السن مبكر يعني متأخر، ولكن عطاو. دابا ها هما كاينين لي سونتر بزاف ديال التكوين، ولكن فين هما اللاعب؟ الخلل ما عرفناش. حنا أنت دليل على داك الشيء أن حنا دابا المنتخبات ديالنا كاملين كاع الفئات العمرية ما كنلقاهمش بريو، حيت ما كاينش استمرارية. دابا مثلا حنا نهضروا على الجيل ديال فتحي جمال اللي مشاو لاكوب ديمون، واش بقينا شنا داك الجيل من موراه؟ سالا شبان ما بقيناش شناه في ليسبوار. كاين اللي سالا حتى هو مع ديك الوقيته مشى ما كاينش ديك الغلاف، جاي واحد من موراه واحد. ماشي بحال مثلا كتلقى المدارس الاوروبيه كتلقى مثلا الفئات ديال المنتخب ديال لي جينيور اللي شاد الامل كيشوف في هذوك لي جينيور اشنا هما لي بوست اللي غادي يصلحوا ليه تما، وهذاك ديال اللي كيبريمير كيشوف ديال لي سبور ديك الحلقات الوصل بيناتهم. ما كاينش استمراريه. حنا عندنا لي جوار طالونتي، ولكن فين كاين الخلل ما عرفناش. نعم، نرجعوا لزكريا. زكريا تكلمنا على البدايه على مستوى الكره، اجي نتكلموا على الدراسه. بديتي بالدراسه، واش كنتي شويه من الاطفال المشاغبين ولا؟ والله ما كنتش مشاغب. شوف انا الاخبار اللي عندي انا حاجه واحده اللي كان فيها الضحك. ما كتخليش الاستاذ ما تخليش يشرح تقول لي والله عرفتي علاش كنت كنخاف؟ انا غادي نعاود لك واحد القصه واعره طرات ليا. الوالد الله يرحمه كما قلت لك كان في واحد النهار ضربتني واحد الاستاذه، ضربتني بلا بروس. هذيك الساعه في القسم الرابع القسم ضربتني بلا بروس لهذ البلاصه هذه، عرفتي تنفخت ليا. دابا من الزهر ديالي كما كيقولوا الناس خرج انا والوالد مع الصباح. الوالد مس لي راسي قال لي شكون اللي ضربك بلا كذوب، ما تقدرش تكذب على الوالد. اللي ضربتني الاستاذه. دابا قال لي انا غادي نمشي معك عند الاستاذ. دابا انا ملي قال لي غنمشي معك الاستاذه قلت انا واقيلا الوالد غياخذ لي حقي. واه الوالد غادي معايا عرفتي خوك كيحس براسه. المهم كاين اول كلمه قال لها ما كاينش لها علاش ضربتي واش قال لها الا دار البساله ضربي بول الجهه الاخرى بحالك. وكليت عصا في العشيه من جاوا من المدرسه كليت العصا سكيبي كليتي العصا الي ورجع من عنده ومن عنده. واش تعرف هي انا معلاش كنت في المدارس كنت عزيز على الاساتذه اش كنلعب كنت كنلعب معاهم الكره كنت كنوض صداع. لا والله ما كنت كنوض صداع، كنت كان عزيز عليا نضحك. ما كنتش كنضارب ولا في صغري ما كنضاربش ما والو. والدليل انا شوف صحابي قال لي لعبوا معايا الكره تقول لهم زكريا يقول لهم كيدار كيبغى يضحك. على ذكر اصدقائك اللي لعبوا معك الكره، شكون اللاعبين اللي زعما كنتي كترتاح تلعب معاهم الكره كيفهموك كتفهمهم غير كما نقولوا حنا بلا ما تدوي معاه يعرفك شنو باغي باش باغي دير؟ انا كنت كنرتاح مع شي ثلاثه اللعابه تقريبا في ليجون اللي هما كنت كنرتاح مع حفيظ حميدتي. واحد هذاك ان جور ماشي طالونتي وهذاك شي حاجه بزاف لعب في الرجاء ومشى للحسنيه ودابا راه واقيلا في سويسرا. كان كيلعب الي دروا
هذاك لو جور لحد الان ما عمري شفت شي واحد بحاله. وكان عبد الله السرجي. عبد الله السرجي راه غني عن التعريف، راه هذاك جوهره، ولكن سي دوماج. وجلال زقموس. جلال زقموس لعب في الرجاء وكان تصاب، كان تهرس مع الفتح، كان لعب في الطاس وتهرس مع الفتح، وهذيك هي لافان ديال الكارير ديالو مسكين. هادو الدراري اللي كنت كنرتاح معاهم، ومين مشيت للمسيره كنت كنرتاح مع حمودات. مين كيكون حمودات وواحد الدري سعيد صابر، كما كنا كنسميوه حنا جحيه، هذاك من الدراري كان لعب في الحليب ولعب معنا في المسيره، الدراري اللي زعما لا تكنيك شي حاجه بزاف. ميتا هو مسكين لعنة الاصابات، كان دار اوبيراسيون على اليمنيه واليسريه لي كامو. ومشيت للمحمديه، المحمديه كانت عندنا واحد، كان عندنا واحد لو جروب. انا جيت للمحمديه العام ديال 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 الصعود، جيت العام ديال الصعود في كما كنقولوا حنا في 2002 2003. كان ديك الساعه ميولير داك السويسري معانا، وكنت جيت لعبت معاهم. مي كان عندنا واحد الجروب سعودي، مي دي زيك الجوار هما، كان علي الصغير صديق ديالي، وهذاك كان لو باترون ديالنا، عبد اللطيف العراقي صديق ديالي، ومن هذا المنبر انا كنشكره وكنتمنى ليه ان شاء الله الافضل افضل ان شاء الله. كان بيرو خالد، كان جا معنا من كان جا من الوداد، خالد بيدران، سعدان ريضا، كنا العرافي، كنا درنا واحد الباركور في الروتور، طلعنا حنا وقنيطره. هذوك من الاصدقاء اللي كانوا عزيزين. ملي لعبت في الوداد فاس، كان صاحبي عبد السلام بن جلون، وكان صاحبي عبد النبي الحراري. عبد النبي الحراري كنت ساكن انا وياه. ذكرتي لي هاد اللاعبين اللي يمكن نقول انه لعبتي معاهم وجاورتيهم، وكذلك ذكرتي قبل لحظه انه كانت عندك تجربه على مستوى الاحتراف. لعبت في الخليج. شنو الايجابي ولا السلبي في هاد التجربه؟ ولا انا قلتي البحرين ما مشيتش معاهم بزاف. مي لعبت في الامارات، لعبت في سلطنه عمان. مي راه لعبنا في سلطنه في الخليج، ديك الساعه راه ما كاينش فلوس. انت اش كتقول؟ والله العظيم كتجي كطير تتعيا، كتاخذ 10 المليون 15 المليون، حيت نورمالمون. شمن سنه؟ راه 2000 2000 هذيك الساعه في الامارات. كان رشيد داودي اللي مقلع، هو اللي كاين تما، هو اللي كاين، ورشيد بن محمود. والعام ذاك العام كان جا عمر النجاري ومصطفى خالف، لعبوا في نادي الامارات. قبل منهم كان مستودع حتى هو في نادي الامارات. وانت تسولهم شحال شحال دوزتي تما في الامارات؟ دوزت عامين في الامارات، ودوزت 3 سنين في سلطنه عمان. وراه تبارك الله الخير. ودي سلطنه عمان اش فيها ديك الساعه؟ الله يهديك. كنتي كتاخذ داك الشيء ديال لوجينوري. واخا بالنسبه تما لعبتي لا هي كانت احسن من هنا، كنتي كتاخذ سالير مزيان، بريم سينياتور كتعيش مزيان، الماكل تاعك شرابك مرتاح، الترونسبور زعما مرتاح. مي ما كنقولوش شي ذاك الوقت اللي ماشي هو الحال، شي ذاك الوقت اللي كانت في الامارات. دابا اللعابه ديال دابا كيتخلصوا احسن من ذاك اللي تما في هذاك الوقت. دابا اللي كنهضر عليهم دابا كيتخلصوا احسن من تما. ايوا احنا في كتبان انه احنا الكره هنا، احنا الكره هنا راه النيفو باش غدا راه مزيان. لا قلات عندنا، قلات عندنا. شوف علما بان المستوى راه المستوى عادي عادي. شتي هذه البطوله تاع سراكانو ما تخرج لك عمر النجاري. مستوى عالي من 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 كتشوف لعاب عنده 35 36 وكيخرج بارمي لي 22. انا ما كنهضرش على لي رومبلاسون، الا درتي لي رومبلاسون دابا اللي كاينين خمسه راه ولا 32 راه 10 كيخرج 35 اون 35 سنه هو الميور. اذا راه باين، اذا عادي. الدليل انه حتى دابا شو اللاعبين اللي متالقين دابا؟ تكلم على متولي، كتكلم على كتكلم على متولي، كتكلم على جبران، بزاف ديال الدراري اللي عندهم كما يقولوا كيختروا حتى الاخر. راه عبد الصمد المباركي راه 40 عام وباقي كيلا، راه باقي كيلا، شاكر راه كيلا، والنقاش نقاش. دونك النقاش راه ملي كان في الوداد كان كيخرج بارمي لي 22 دوي مستوى الراقي. الراقي هي كاينه استمراريه. شوف الا كانت الاستمراريه في الكره وكانت الراحه
والماكله والنعاس وهذا تقدر تمشي مزيان دي بعض خصهم دي بعض. واخا ذكري وقتاش حبستي المسار ديالك الكره؟ من ما بقى لو كور كيستقبل حتى حاجه وليت كتبليس. علاش ما بقاش لو كور كيقد اخويا مفتاح كتلعب كتشيرير كتاذى واش كنتعرض بزاف للاصابات؟ واش كنتي حيت كانت واحد القضيه كتقال في ذاك الوقت وان بعض اللاعبين اللي كما كنقولوا حنا كيتصاب ولكن كيلعب بالبراوات كما نقولوا كيتصاب كان بحال كان نقول لك واحد القضيه سي مفتاح راه الطب ديال بكري راه ما كانش راه كان اللاعب كيتهرس كيتسناو حتى كيبرى كاين اللي كيدير الحديد تيقول لك تحيد الحديد عاد دير لا ريديكاسيون دابا الناس راه كيدير اوبيراسيون ديال ليغامو كروازي ولا الرباط الصليبي راه خمس ايام ست ايام كيدخل لا ريديكاسيون باش يراترابي الوقت دغيا حنا بكري راه ما كانش مي كتبليسه كيدير لك كتمشي عند الكيني ما كيديرش لك رونفورسومون موسكيلير ما كيعطيكش برنامج تاهيلي دابا راه ولا برنامج تاهيلي ولا كيدخل القاعه القاعه ديال الجيم راه اللاعب ما كيخرج للتيران حتى كيكون صافي وصل كيقول لي داك هذاك كيقول لي سير صافي تقدر تدخل مع لو جروب بكري راه كنتي كتبقى تسنى كتجرب كتمشي عند الطبيب بقات تدخل الكيني هذا كيعطيك برنامج كتبقى دير لونطريمون ساهله وهذا شويه كتدخل يلا كي كتبدا عاوتاني كترجع لك نفس الضربه اذا انت الاصابه هي اللي بعدتك على هي اللي بعدتك شنو سن يعني بعدتي على الكره تقريبا شحال في السنه هذيك الساعه؟ شي 31 32 باقي باغي انا ديك الساعه راه بهاد الكره اللي كانت عندنا تقدر تلعب 43 تقدر تلعب لا بهذا الانضباط اللي فيك انا نضمن لك 40 سنه انا كلشي زكريا انا كنتكلموا دائما على المسار الكروي رجع بك شويه للبدايات وإلا قلت لك اودي رجع بك الزمن للوراء تبغي تكون لاعب كره ولا تقول اودي بناء على الشيء اللي شفته ابصح والله الا شوف نقول لك اخويا مفتاح والله الا كتاخذ اللي كتب لك لا هذه العميقه فيها ولكن انت دابا كتجلس مع راسك كتقول لا الوقت اللي خديت الوقت اللي كنت نجحت في البكالوريا لا ما في ذاك الوقت لا ما نلعبش كره هادشي اللي تقول حيت كاين المعاناه الا بغيتي تلعب الكره في ذاك الوقت خاصك تكون عندك ان فورت كاركتر شخصيه تكون قويه حيت اول حاجه كنتي كتمشي بريطي كتدخل مع كتدخل في مدينه اللي عندهم عاوتاني تقاليد اخرى عندهم عقليه اخرى خاصك تفرض راسك خاصك لا مدرب جابك خاصك تكون تحسن منهم فهمتي خاصك تريني صباح وعشيه خاصك تنعس بكري خاصك بزاف ديال الحوايج كانوا في هذاك الوقت ما يعرف بالنقابه ملي كيجي شي لاعب براني اه كان الا كذب عليك شي واحد راه كذب عليك قالوا ما كانش شكون اللي قال لك ما كانش قالوا والله سيدي تا كان كانت النقابات راه كانوا النقابات شوف في الفراق اللي في المدن ديالنا وشوف الا قال لك شي واحد في ليزيك الجوار اللي كيهضر معك صريح يقول لك كانت النقاب دابا بلاتي علاش كدير النقاب شنو علاش كان واحد الوقت الوداد خصهم يلعبوا فيها ولاد بورغون ولاد المدينه الرجاء خصهم يكون يلعبوا فيها ولاد درب السلطان سالينا هذا نقول لك واحد القضيه الا جيتي دير تشوف اللعابه ديال الرجاء كاملين اللي دازوا تقدر يتعشى ولد المدينه اتقى سعيد الصديقي هادو شوف انا راه كنجبد لك النيفو الكبير على هضرتي على سعيد الصديقي راه كتهضر الكره الكبيره سليم ادريس عشا الكره الكبيره الوداد كنتي كتقى عبد الطيف الثمني كتلقى شي جوج ثلاثه دونك اذا ما كاين والو زعما راه لا شوف واحد الوقت بغيت نعرف علاش غدير هذيك النقابه مثلا ماشي صيفطوا للمدرب لا ماشي المدرب لا هما تيبغيو ان كما كنقولوا ولد الفرقه يلعب واخا المهم كانت ديك كما نقولوا انا نعاود لك واحد ليستوار ولكن ما يعجبش السميات لا حيد عليا السميات كان واحد اللعاب جابوه الرجاء كان دومي سانتر فرض راسو صحة بالكرة ديالو بالصحة ديالو ما كاينش الكرة حنا ما كنهضروش على الكرة كان باش تفرض راسك خصك تفرضها صحة ولعب الكرة دابا مي الرجاء كما كنقولوا كانوا هازين ولاد فرقتها ولادها والوداد كانوا هازين ولاد فرقتها والجيش كانوا هازين ولاد فرقتها يعني كتلقى استثناء كتلقى واحد ولا جوج مي هو لو جروب كتلقاه ديما سودي مع بعضياته بغض النظر على المدرب بغض النظر كتلقى واحد الوقت راه الرجاء راه كتلقى دولمي حداه جواد الاندلسي حداه هيرس الله يرحمه دولميشا والله يرحمه بكار السوادي
راه كانوا في حي واحد في شحي جمال، كان في درب فقراء عبد الرحيم حمراوي والدرب قريعه. دونك كانوا قراب والمحيط قراب حتى الكورونديز نتلاقاو مع بعضياتنا التيارديز يقدروا يضربوا بعينيهم التيار التيار دخلتهم بها التيار. حنا حنا كما كنقولوا اخويا مفتاح، حنا كنتمنى دابا لهاد لي جون هادو الا كان كيشوف في راسو بانه عنده طموح يعطي يستافد، ما عندوش دابا يستافد. كاينين كاينه 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 الارضيه، كاينين لي تيران، كاينين الماديات، كاين الضمان ديال المستقبل ديالو. نعم كاين كونطرا، كاين عنده ماناجير ديالو، ما بقاش كيهضر مع الفرقه، كيجي باترون. ولكن الا كانت الفرقه غادي تحتضنك وهذاك، اذا خصك تكون اهل لديك الفرقه. ما كنتيش باغي تمشي بحال هكا، من الاحسن الا كنتي كتقرا سير قرايتك. ما كنتيش كتشوف في الكره شي حاجه، سير دير شي رياضه اخرى. تقدر الله سبحانه وتعالى عطاك موهبه في شي بلاصه اخرى. طبعا هادشي اللي قلت ودي كل واحد تقدر تكون مغني، تقدر تكون مرتبك، تقدر تكون استاذ، تقدر الله سبحانه وتعالى كيدير لك لو شومان، مي خاصك دير الاختيار الاحسن. وي والاختيار الاحسن كيكون طبعا بمساعده الوالدين وكذلك المحيط كيأثر. المحيط كيأثر، هذا هو زكريا كنت كتوقع شي سؤال نطرحه عليك وما طرحتوش؟ لا ما كنتش كنتسنى ولا شي سؤال. كنت كتقول هذا السؤال هذا ربما يقدر طرح ليا ولا شي حاجه كدور لك في راسك، كنعرف داك الراس عندك عامر. لا والله يا خويا مفتاح آه الى زكري. شوف زكريا سؤال واحد اللي قلت حتى والله الا بغيت نعرف هو انك قلت لي يجي عندي، هذا هو السؤال اللي بغيت. هو انا شوف خويا مفتاح انت صديق ديالي ومن هذا المنبر انا انا كنعتبرك من احسن الصحفيين كما كنقولوا الصحفيين اللي عندهم مستوى الشباب وعندك مبادئ والحمد لله غادي خطوه بخطوه. انا كنتمنى لك التالق دائما اخويا مفتاح وكما كنقولوا في اللغه ديال الوالدين الله يسهل عليك يا ربي امين. شكرا بزاف. مرحبا زكريا. مرحبا. كنت سعيد انك تكون حاضر معايا وبكل امانه زعما من الحلقات اللي استمتعت. مرحبا اخويا، انت عارف انت اخويا انا ضيف ديالك اي وقت اخويا مفتاح. شكرا بزاف خويا زكريا. مرحبا. شكرا بزاف. شكرا كذلك لكل المتابعين الكرام على المتابعه ديالكم، وكذلك وصلنا لنقطه نهايه عدد اليوم من برنامجكم بدون قناع، على امل اللقاء بكم ان شاء الله في حلقه قادمه. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.